الله عليك يا شيف، يعني اخذ جائزه في تيك توك، جائزه هيرو اوورد في 2020، ايش سبب محبه المتابعين لك؟ البساطه، خلينا نقول البساطه، فيديو سريع بسيط، مهما كانت الاكله صعبه الفيديو قصير. عايز ابقى جنبك بقى، ده من قلت انا معاكم، انا عايز اقول ببساطه نيجي بقى جنبك. يلا نور تعالى. الفيديو قصير فيه كل العناصر اللي انت محتاجها بالريسيبي بكل حاجه، بيحسسك ان الاكله سهله. بس طيب شيف، انا عاوز اقول حاجه. قولي. انت ايه اللي بتعمله فينا؟ كل المأكولات دي والحلويات والبرجرز والفراخ. صح صح. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ايه ايه الحتت دي؟ ما ينفعش يا شيف، انا عاوز احافظ على الدايت بتاعي. كده دي من مصر. دي مش من لا انا هدواكم النهارده حاجه حلوه، بس عايزين بقى ايه نختبر مع بعض الاول حاسه التذوق ازاي، يعني نشوف بقى شغاله حلو ولا مش شغاله قوي. كل واحد فيكم بقى يلبس لي ايه، واحده من دي كده. يلا بينا. طيب. يلا بينا. وانا عمال اسالهم اصلا ايه دول موجودين. يلا بس يلا. بس ثانيه، مش انا اذا انتم من مصر تكونوا مزعبرين قبل الحلقه وانت عارف شو رح تاكل. والله العظيم لا لا ابدا. ابدا ابدا ابدا. يلا انا مش بتاع الكلام ده اصلا خالص. طيب البس. طيب. يلا بينا. اول حاجه هنبدا التحدي هذا، بس انا عندي سؤال قبلها. قول. انت تخصصك صيدله، ايش اللي جذبك للمطبخ؟ ما بحبه من زمان، من قبل ما ادخل صيدله، بس بس هي فكره ان انت تقدر تحول الهوايه بتاعتك للشغل او تبقى البروفيشن بتاعك. فدي الحاجه اللي انا يعني فضلت اسعى وراها، حتى انا اشتغلت في الكارير بتاعي في صيدله، بس كان دايما عيني على ان انا لا انا عايز افضل هنا، انا عايز اروح هنا. اصلا الشخص بس يعمل شغل بيحبه بيكون مبسوط في حياته. بالظبط بالظبط. طيب يلا فرجونا شو حطيت. يلا يلا بسوا. يلا مين ابتدي انت؟ انا ابتدي انت يا ليديز فيرست. الله عليك يا جنتلمان. يلا لا هيلبسوا. انا هغمض عيني. يبتدوا وبعدين احنا نجيب لهم. عندنا ايه؟ لا ما تخافش. لا مش هنشوف. ها مش هنشوف. وانا المفروض ابص دلوقتي بس يعني. يلا بقى البس بقى. يلا يلا نلبس احنا الاثنين. يلا 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 يا نور. انا عندي مغمضه بقى. البسيها انا. مش ما هقدر البسها شويه. انا كده لابسها كويس اهو. يلا اوكي. فين ال خلاص انا مو شايفه شيء. خلاص روحي كده شويه. كيف كده؟ كده كده. لنا ايوه وجهينا كده وقولي لي اتحرك ازاي. ما في وجهك. انا مش عم زعب. طب احمد ولا انا قاعد. انت تمام؟ انت تمام؟ انا واقف كويس. انت تمام ان شاء الله. اوكي بس اكيد مبين كتير حلو مع الاي ماسك. ماشي مع الاوت فيت. او ماي جاد ابغى ادوب بسرعه. مستعجل احس خايفه. اتفضلي. حاسس ان شكلي كوميدي. لا كلها كلها. طيب تمام. يعني نفجع نادر. انت لسه مغمض ها؟ والله العظيم ما شايف حاجه. ماشي. بس نوره تقول الاول. هذا سوشي؟ الله اكبر. ايه بقى اللي في السوشي؟ السوشي ما احبوش. سوشي انا ما اكل سوشي. اصلا. سوشي اتفق. يلا. يلا انا؟ ايوه افتح بقك يلا. كلها كلها يلا. افك عيني عشان ما في شيء. صحة صحة. يلا يا باشا. ايه ده بقى؟ ده انتوا على الله. انا بحب السوشي. اصلا برضه؟ حد يجي الكلام. ما كنت سوشي. طيب احمد ولانا تعالوا شوف. طيب شفت الامان حق يعني. انت قاعد تمضغ يا نادر. انا جوعتوني بالسوشي. انا عندي وقت. انا ما حقدر. يلا يلا. بس لذيذ. قدرتي طيب؟ قدرت تطلع لذيذ؟ لذيذ؟ والله لذيذ. واحدة طيبة انا شو ماني. طيبة جدا. انا حغمض. ماشي. انا المفروض اعرف ايه الانجريدينتس اللي فيها يعني. انتوا بتاكلوا تقولوا سوشي وخلاص، ايه الانجريدينتس اللي في السوشي ده؟ فرحتي. انا مو من السوشي، ما احب السوشي اساسا. لا هو انا كان حاجه حلوه شكلها بتطلع عجوبه. يلا يلا. كراب صح؟ ماشي اوكي. رز يا اوكي. في مانجو. اوكي ارجعي ارجعي ارجعي. خلاص مانجو ايه بس؟ مفيش مانجو ولا حاجه. خلاص مانجو. لا انا عندي سؤال. يلا طيب دوري دحين انا. شيف محمد انا عندي سؤال. ايه ابغى اسالك، هل عندك طبخه من توق يعني من توقيعك وابتكارك خاصه فيك؟ انا بحاول دايما ان انا اخد يعني حتى الحاجات البيزكس واغير فيها. لازم احط شخصيتي فيها. يعني دايما بتحط تاتش. بالظبط. انا هذا شيف محمد. رز وافوكادو. ماشي. ايوه اوكي. هذا اللي قدرت اعرفه. اوكي. ايه ما تزعبر. ماشي يعني على العموم انت جبت حاجه كويسه يعني. يعني مين ربح؟ يعني جبت ايه؟ انا بالنسبه لي احمد هو اللي جاوب اجابه منطقيه. اللي هناك قالوا سوشي اساسا.